ضيفي على كرسي الاعتراض سعادة وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب النائب محمد العرابي. مساء الخير، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أشكرك جدا. أنا اللي بشكر حضرتك على تشريفك ليا النهاردة. لا العفو العفو، شرف لي. الاعتراض بيمثل إيه لحضرتك؟ يعني أسلوب حياة يمكن، وفي نفس الوقت اعتزاز بالرأي. كل المناصب اللي حضرتك كنت موجود فيها وما زلت موجود فيها كلها بتحتاج للاعتراض، ده حقيقي؟ حقيقي صح، ده قدر بقى. المناصب اللي اختارتك ولا انت اللي اخترتها بالاعتراض؟ لا انا اعتقد انه كل اللي انا دخلت فيه كان بجهدي وكان برغبتي. الاعتراض كان في فترة من فترات نقطة تحول في حياة حضرتك؟ لا مش بالضرورة، قد يكون الاعتراض ده شيء داخلي لا تعبر عنه، ولكن بتتخذي قرار بناء عليه. في اعتراض كان في حياتك دفعت ثمنه غالي؟ لا لا ما حصلش الحمد لله، كله عدى بسلام. كله عدى بسلام وبدعوات الوالدة. الاعتراض بالنسبة للدبلوماسي هل بيختلف؟ لأن الدبلوماسي أحيانا بيقع ما بين حالتين، حالة إن هو منوط به الدفاع عن دولته، وانه احيانا قد يكون غير مقتنع داخليا بما يقوله. برضو الاعتراض بيكون بطريقه غير مباشره ولا بيكون بطريقه مباشره؟ بالصمت. يعني لو في موقف ما عجبش حضرتك بتصمت واللي قدامك بيبقى فاهمك. ايوه اكيد، ده القريب منك، ده اللي في حياتي الشخصيه، حياتك الشخصيه. ده القريب منك. طيب اللي مش قريب منك والله، هل يعني بتصطدم معاه؟ لا انا بطبعي مش يعني اكره الصدام في الحياه الشخصيه، ممكن اصطدم مع حد في الراي في العمل، ولكن في الحياه الشخصيه انا مسالم الى حد كبير جدا.